افتتحها جلالة الملك بأوسمة. انا فرحان بزاف بالتوشيح ديال صاحب جلاله الله ينصرو اللي بدا الشفات هذه، لان متبع الرياضه ديالنا وكيدعم الشباب وكيدعم الابطال، وانا فرحان بهذا التوشيح هذا اللي هو انجاز بالنسبه لي، وانا فرحان بزاف، وان شاء الله كنوع المغاربه من هنا قدام ان شاء الله الاستحقاق الجاي نكون في المستوى. كنهدي الوسام لجميع الرياضيين.